الرالي الفراعنة جزء من بطولة العالم للراليات، مكون من 6 مراحل، مقسم 6 مراحل، كل يوم في مرحلة واحدة. عملنا إجمالي حوالي 2900 كيلومتر في الصحراء الغربية، مرورا بالوحدات البحرية والفرافرة والدخلة وهكذا. الحمد لله كان السنة دي عندنا أبطال عالم كتير. أول 10 فرق كانوا يعني من أقوى 10 فرق بيسابقوا في رياضة الراليات في العالم، فده الحمد لله في ظل الظروف اللي احنا فيها كانت حاجة مشرفة. بالنسبة للتحديات، التحديات كانت ان احنا نقنع الناس تيجي، هو ده التحدي الاكبر. فايز المركز الاول اماراتي خليفه المطوعي على عربيه ميني اول فور من اكس ري تيم، ده فاز بالمركز الاول. بطوله العالم 8 جولات، وهذه الجوله اللي قبل الاخيره، وقدرنا نحسم البطوله قبل نهايتها في الـ في الـ في البرتغال. نحن اليوم الحمد لله ابطال العالم، فما يحتاج نروح البرتغال. مبسوط، ودائما احنا نقول ان شاء الله الامن والامان لمصر. مصر غايدة للامه العربيه، فنحن نتشرف ان نفوز اليوم في رالي الفراعنه في مصر. انا واجهنا صعوبه شويه بمشاكل الميكانيكال، الحمد لله كنا متصدرين، اخذنا المركز الثاني. انا اليوم متصدر بطوله العالم في الجروب اللي تي 2 الحمد لله. يمكن انا اخذها من مصر احسمها اليوم حسب نتيجه للسياره اللي وراي، او ممكن اختمها في البرتغال، لكن الحمد لله يعني لي نقطه واحده وان شاء الله جايه عند الله. احنا مبسوطين جدا، احنا 3 عربيات وصلت بسلامه وعملنا نتائج كويسه الحمد لله. لسه النهارده بالليل هنعرف النتائج، بس الحمد لله اعتقد النتائج تبقى مشرفه يعني، وان احنا 3 عربيات خلصنا، فدي حاجه مهمه يعني. ان شاء الله يبقى في اول 10، لسه مش عارفين بالظبط هنبقى كام، واحنا 3 عربيات فبقى في، وبعدين في الفئات برضو، في جوائز الفئات برضو، فان شاء الله حتى في فئه الدفع الخلفي نبقى مركز يمكن اول او ثاني ان شاء الله. رالي الفراعنه من احلى الراليات، انا عملت رالي داكار اللي هو اكبر رالي بالعالم، صراحه نفس التضاريس ونفس الجمال في يعني احنا ما كنا نتوقع احنا في الخليج ان في صحراء مثلنا واروع عن الصحاري اللي عندنا في مصر. صراحه طريق حلو ومتعب يعني في كل شيء. والله كان رالي صعب قوي السنه دي، المنافسه كانت اقوى بكتير من السنه اللي فاتت، التراك كان اصعب بكتير من السنه اللي فاتت، ولكن احنا كفريق كنا متحضرين احسن من السنه اللي فاتت، دخلنا بقوه، نافسنا بقوه، وجبنا المركز التاسع اوفرول، جبنا المركز الثالث في الكاتيجوري بتاعنا، كسبنا الدكار تشالنج، اخذنا نقط في البطوله المحليه، فاحنا مبسوطين يعني، الاداء كان كويس الحمد لله. بعد مرور 6 ايام على انطلاق بطوله رالي الفراعنه، اختتمت اليوم بفوز المتسابق الاماراتي خليفه المطوي المركز الأول في سباق السيارات. من أمام بانوراما الهرم، نانسي القاضي، قناة مودرن.